يسعد لي اوقاتكم احبائي. اليوم انا عندي تحفة، هالتحفة انا كتير بحبها، تقريبا صار عندي شي 3 سنين، بس للأسف بنتي وقعت لي اياها وكسرت لي هي. كان فيي انا كبة وجيب وحدة غيرها، بس لان انا كتير بحبها خليتها. كانت هي تقريبا هون انا عندي اياها وردة من فوق بهيدا الشكل، وإيدها هيك وإيدها. بس هلا أنا شو رح أعمل؟ كانت هون كانت ورد، هلا أنا رح أستغنى عنها لهيدي، ما بقى بدي إياها لأنه خلص انكسر شكل الوردة. أنا عندي هون خاتم، هذا أنا دايما كنت ألبسه، بس هلا ما عاد بدي ألبسه. شوفي شو رح سوي فيه. هلا أول شغلة رح جيب الايد ولزقها، دايما ما تكبوا الاشياء اللي عندكم وحافظوا عليها. هلا انا بدي لزقها بهيدا الشكل، شفتوا كيف؟ اذا ما كان عندكم فرد شمع فيكن بالتلزيق السريع. اوكي لزقت. هلا بعدلنا الايد هياها، كمان رح لزقها. بهيدا الشكل شفتوا كيف لزقناها. وهلا هي هيدي الوردة تيجي هون هيك بهيدا الشكل، بس ما رح لزقها. شو رح لزق؟ رح حط الخاتم، رح اقبع الخاتم هيدا من الوردة، نقبعه. اوكي قبعته. شو رح اعمل؟ رح جيب فرد الشمع حطه هون. كمان لحط هون شوي صغيرة كمان. الكف صارت هلا شكلها حلوة، ورجعنا زبطناها من اول وجديد. لكو كيف صارت حلوة، خاصة مع الوردة، يعني هيدي اشيك من هيدي. هيدي انه كتير سامبل، بس هيدي اعطيتها رونق اجمل. ومثل ما شايفين انا عندي الصالون لونه اسود ورمادي وموف. ليك شو حلوة طلعت. هيدا الشكل بحبكن كتير، بشوفكن بفيديو جديد.